نفذ مكتب النظافة والتحسين بمحافظة مأرب حملة مكثفة لتنظيف المدخل الجنوبي لمدينة مأرب. الحملة انطلقت من مقر الصندوق وسط المدينة إلى مفرق السد وصولا إلى مفرق حريب والذي يبعد 7 كيلو من المدينة، ويعد هذا الشارع أبرز المداخل التي تشهد نشاطا وحركة مستمرة. وأوضح الأستاذ محمد عطية مدير عام مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة بأن هذه الحملة تأتي في سياق شعور المكتب التنفيذي والصندوق بالمسؤولية الكبيرة تجاه مظهر المدينة، وقال إن الحملة هي تنفيذ لخطط ونشاطات الصندوق للعام الجاري، والذي يتبعها أعمال تنموية لتطوير الذات الجميل للمدينة والإسهام في إبراز الصورة الحضارية والتاريخية لمأرب. البداية نشكر قناة سهيل التي تتفاعل دائما مع أنشطة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، وحقيقة أننا اليوم الجمعة 31/3/2017 نقوم بحملة شاملة لتنظيف مداخل مدينة مأرب ابتداء من محطة شقمان إلى المدخل الرئيسي إن شاء الله في يوم الجمعة هذا، استشعارا بمسؤوليتنا تجاه المجتمع، وبرغم محدودية المعدات والإمكانيات التي يمتلكها الصندوق إلا أننا في الإدارة وفي العمالة أيضا وبمعداتنا التي نمتلكها أبينا إلا أن نجعل مداخل المدينة إن شاء الله مداخل تكون نظيفة ومشرفة لمدينة مأرب التي تعتبر عاصمة اليمن الفعلية في هذه الأوقات. ونتمنى من الجهات المختصة دعم الصندوق ومن المجتمع أيضا دعم الصندوق فيما يخص أعمال النظافة والتشجير. تم الخروج وتم رفع المخلفات الصلبة والعمال الموجودين الآن حاليا 30 عاملا و8 مراقبون مع المشرفين.